السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف أداة بتخلينا نرسم فليكسبل ضغط بطريقة سهلة جدا. كل اللي أنا هعمله باختصار إن أنا هسطب الأداة ديت، أعملها داونلود. أعتقد إن المبرمج ممكن يكون عربي، ثروت الشوفي. تمام، لسه واخد بالي من الاسم دلوقتي. أول ما بتسطبه بيظهر عندي هنا في الأدنس فليكسبل ضغط، بيكون عندي مثلا عندي مثلا ارك مثلا مرسوم، او عندي بولي لاين، او عندي خط. بقول له انا عايز ارسم فليكسبل ضغط، فبيقول لي عايز الدايمتر قد ايه، فبقول له مثلا اهوت وكم فينس، وبحدد العنصر وادوس انتر. هو بيرسمه لي بالشكل دوت، وممكن اختار اي شكل انا عايزه. تمام،